استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الدكتور رشاد الهليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية، وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء الأخوي بين الرئيس ورئيس مجلس القيادة اليمني شهد قيام الدكتور رشاد الهليمي بإطلاع السيد الرئيس على مستجدات المشهد اليمني والجهود الجارية من أجل التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية، مؤكدا تقدير بلاده للموقف المصري الثابت الداعم للشعب اليمني. من جانبه أكد الرئيس السيسي قوة العلاقة التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين والموقف المصري الثابت إزاء دعم وحدة وسيادة الدولة اليمنية وسلامة مؤسساتها الوطنية وتشجيع الجهود الرامية لإيجاد حل سياسي شامل ومستدام بما يحافظ على وحدة البلاد وتماسك مؤسساتها الشرعية. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالا هاتفيا من شارل ميشيل رئيس المجلس الاوروبي، وصرح المستشار احمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه ان الاتصال تناول عددا من الملفات والقضايا الاقليميه والدوليه ذات الاهتمام المشترك وعلى راسها تطورات الاوضاع في السودان. وأشار رئيس الاتحاد الأوروبي إلى أهمية الدور الذي تقوم به مصر لدفع جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتهدئة الأوضاع في السودان. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي أكد دعم مصر الكامل للشعب السوداني الشقيق في الأزمة الخطيرة التي يمر بها، والجهود التي تطلع بها مصر للتوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار، والاتصالات التي تقوم بها مصر في هذا الشأن مع الأطراف الفاعلة على جميع المستويات إقليميا ودوليا. صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأنه بسبب تزايد التهديدات والمخاطر الأمنية في العاصمة السودانية الخرطوم تم اليوم الأربعاء نقل أعضاء البعثة الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب الفنية التابعة للسفارة المصرية من الخرطوم في إطار إعادة تمركزها في موقع آخر بالسودان حتى تتمكن من ممارسة أعمالها ومتابعة عمليات تنفيذ الخطة الوطنية لإجلاء المصريين بالسودان وفقا لما تقتضيه الظروف. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن أجهزة الدولة المعنية مستمرة في تقييم الوضع الأمني في السودان على مدار الساعة. قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إنه تم الاتفاق على رصد 45 مليار جنيه لشراء القمح المحلي من المزارعين في موسم هذا العام اعتبارا من أول إبريل الحالي إلى منتصف أغسطس المقبل، بزيادة أكثر من 19 مليار جنيه عن العام الماضي، لافتا إلى أنه سيتم توفير الموارد المالية للمزارعين بمجرد التوريد، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم المزارعين وتشجيعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية. قامت وزارة الخارجية بتخصيص خطوط ساخنة لتلقي الاتصالات من المواطنين المصريين بشأن موقف الجالية المصرية في السودان وعمليات الإجلاء. يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الخارجية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية على التواصل مع المواطنين المصريين المتواجدين بدولة السودان وأسرهم لطمأنتهم على ذويهم تمهيدا لإجلائهم بالطريقة التي تحفظ سلامتهم وعودتهم آمنين إلى أرض الوطن. وذكرت الوزارة أنه يمكن للسادة المواطنين من داخل مصر ومن خارجها التواصل مع غرفة عمليات القطاع القنصلي بوزارة الخارجية على الأرقام التالية. صرح السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأنه وفقا للقانون الصادر مؤخرا في شأن إقرار نظام التوقيت الصيفي تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار 60 دقيقة، وذلك اعتبارا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر إبريل وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي. أبدى المصريون العائدون من السودان في تصريحات لشبكة تلفزيون الحياة على هامش وصولهم لقاعدة شرق القاهرة الجوية أبدوا فخرهم بقدرة الدولة المصرية على إجلاء أبنائها بكل أمن وأمان في ظل الاضطرابات الأمنية في السودان، موضحين أن المصريين من أوائل الجنسيات التي يتم إجلاؤها من المناطق الأمنة في بورسودان ومناطق أخرى، موجهين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي وللقوات المسلحة وللأجهزة المعنية لسرعة إجلائهم. جود ما شاء الله، يعني سجلنا امبارح اسمنا في القنصلية، اتصلوا بينا بالليل في نفس اليوم، الحمد لله قالوا لنا 11 الصبح حضور المطار والحمد لله. وبذلوا مجهود كويس يعني ما قصروش. بشكر القوات المسلحة جدا على المجهود اللي بذلته معانا، يعني هو شكلهم بصراحة يشرف يعني. القوات المسلحة صراحة جزاهم الله كل خير، احنا كان الإجلاء أصلا حصل في طيارة تبع القوات المسلحة تمام، والناس اللي كانت موجودة معانا كان جزاها الله كل خير، كانت ناس بشوشة جدا، كانت متعاونين، كان ساعدونا.